كارلوس لينيوس، هذا هو الاسم العلمي لهذا الكائن البحري الجميل اللي له عدة مسميات باللغة العربية، منها قبقب، سرطان البحر، سلطعون، ويسمونه كابوريا، وبالإنجليزي كرابس. الكائن هذا ينتمي لشعبة مفصليات الأرجل لكثرة المفاصل في أذرعه أو أرجله، ولشعيبة القشريات لوجود القشرة على ظهره، ومن رتبة العشر قدميات لوجود خمس أرجل في كل جهة. الرتبة الفرعية لهذا الكائن هي رتبة قصيرات الذيل. ليش؟ لوجود هذا الذيل المتحور اللي يغطي الجزء السفلي من البطن. طبعا يختلف شكله ما بين الذكر والأنثى، وهي إحدى الطرق اللي نفرق فيها في الذكر. ينتشر مستر سلطع في كل محيطات العالم، كما يستوطن في المياه العذبة، ويتواجد بكثرة في المناطق الاستوائية مثل ما هو ظاهر عندنا في الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر. هناك حوالي أكثر من 6700 نوع معروفة حالياً، و 1800 نوع وجدت كأحافير لأنواع منقرضة. لكم أن تتخيلوا أن أقدم هذه الأحافير تعود إلى العصر الجوراسي، أي قبل 181 مليون سنة، أي أن هذا الكائن من الكائنات المعمرة التي وهبها الله آلية للتأقلم مع البيئة وتحولاتها. كيف نفرق بين الذكر والأنثى في الكابوريا أو القبقب؟ هناك ثلاث أمور. الأمر الأول، دائما الذكر يجي حجمه أكبر من الأنثى، وهذا لا يعني أن نشتري الذكر ونترك الأنثى، لا بالعكس، نشتري الأنثى لأن الذكر في كمية فراغات كبيرة داخل الجسم، فالأنثى فيها كمية لحم أكثر. الأمر الثاني، الذكر دائما يجي لون الأرجل أزرق براق، بعكس الأنثى اللي يجي لون الأرجل لها مثل لون الصدفة. الأمر الثالث والأخير اللي لا يخفى على أحد، إنه الذيل المتحور في الذكر يكون على شكل إبرة أو دبوس، أما في الأنثى يكون على شكل دائرة وفي أعلاها دبوس صغير. كيف أميز بين الكابوريا الطازجة من غير الطازجة أو شبه الطازجة؟ عندنا ثلاث أمور. الأمر الأول، الرائحة. لما تشم ريحتها تكون ريحتها ريحة البحر، ما هي ريحة منفرة. الأمر الثاني وهو الأهم، لما تقلب الكابوريا من الناحية البطنية تلاقي اللون الأبيض براق ناصع، كل ما بدت في الإصفرار حتى توصل إلى اللون البني تعتبر غير طازجة أو فاسدة. الأمر الثالث والأخير، لما تجي تشتريها تلاقي الأجزاء متماسكة وصعبة أنها تنفك، بعكس الفاسدة أول ما تمسكها تطلع معك، وهنا الطازجة تلاقيها كلها موجودة الأذرع ومتماسكة وما في أي حاجة منها مفصول، ولما تسحبها بقوة ما تطلع معه. كيف أنظف القبقب في البيت؟ وهي الحاجة اللي قليل ما يسوونها في البيت. أول شيء أمسك القبقب وأقطع الأرجل حقتها، طبعا أنا أقدر أسحبها بتطلع معاي، لكن لو سحبتها بيطلع جزء من اللحم. طبعا كمية اللحم عادة تكون كبيرة في
اللوامس أو الأرجل الأمامية اللي فيها الكلابات هذه، وهي عادة تستخدم في الشوربة لأن فيها كمية لحم كبيرة في الأجزاء هذه. أما الأذرع القصيرة هذه لو تلاحظون أنها نحيفة وما فيها أي لحم، فهذول كلهم نتخلص منهم. والأذرع الأمامية أو الكلابات الأمامية نحطها في الفريزر متى ما بغينا نسوي شوربة سيفود نستخدمها. الخطوة الثانية للتنظيف، نمسك الكابوريا من تحت ونبدأ نشيل الذيل المتحور، ونروح نسحب الغطاء أو القشرة العلوية ونفتحها. طبعا نخليها كذا لأن هذا هنا عبارة عن الأحشاء والبطن، ما نقلبها عشان لا نوسخ أنفسنا. بعدين عندنا هنا زوج من الخياشيم، هذه الخياشيم اللي تتنفس منها، وهذه نروح نشيلها ونوريكم شكلها بعد ما نشيلها. شايفين ايش صار في قبقوبنا الجميل؟ في ناس تتري يقولون في حصة احياء، اي نعم، بس حصة احياء بحرية. طيب هذا القبقب معروف ايش هذه؟ شلنا الخياشيم من هنا، شلنا الجهاز الهضمي، وهذه الصدفة. كيف أطلع لحم صافي من الكابوريا؟ طيب في عدة طرق لطبخ الكابوريا، بس أنا راح أطبخها بطريقة قوارب الكابوريا بالكريمة بالصدفة حقتها هذه. فقبل لا أنظفها بطريقتي بعلمكم الطرق الثانية. الطرق الثانية نفس ما سوينا احنا، نظفناها بس يخلون الأرجل ما يشيلونها وتنحط في الشوربة. طريقة ثانية ينحط عليها بقسماط وتقلى زي ما هي. طريقة ثالثة ينحط عليها كريمة وأجبان من هنا زي ما هي بعد ما تتنظف وتنحط في الفرن. طريقة ثالثة تشوى بنفس الطريقة هذه أو بنفس طريقة التنظيف هذه. الطريقة الأخيرة تأخذ وتنحط وتسلق في موية، وبعدين يطلع اللحم منها هذا ويؤكل. فهي لها عدة طرق. أنا طريقتي للتنظيف اليوم بأشفي اللحم وأطلع الفيليه كلها وأحطه على جنب. كيف أشفي وأطلع لحم صافي من الكابوريا؟ أول شيء أجيب المقص وأقصها نصين، بعدين أجيب الصحن وأحطه هنا، وهذه هي النص الأيمن من الكابوريا. أضغط عليه بالطريقة هذه، شوفوا كيف يطلع بشويش، أبدأ أضغط من الأخير كأني أعصرها، يبدأ يطلع كله لحم صافي. شوفوا ما شاء الله كمية اللحم اللي فيها. طبعا وأيضا عندنا لحم يطلع من الأطراف. نأخذ الجزء الثاني بعد ونضغط بنفس الطريقة، شوفوا كيف تطلع معنا، سبحان الله. انتهيت من تنظيف القباقب. كم واحد نظفت؟ 1 2 3 4 5 6 7 حبات. بعدين عشان أعرف كمية ونسبة اللحم اللي عندي في الكابوريا جبت الميزان هذا، نشغل الميزان، نجيب الصحن ونصفره، صار عندنا صفر. نشيل الصحن ونحط فيليه الكابوريا، شوفوا هذا اللحم الصافي اللي طلع معاي من تنظيف 7 حبات كابوريا، كان وزنها قبل 1.5 كيلو. كم طلع لي فيها؟ تقريبا 300 جرام. 300 جرام من 1.5 كيلو يعني أقل من 20% لحم صافي. وبإذن واحد أحد بكرة بإذن الله راح أسوي طريقة الكابوريا، قوارب الكابوريا بالجبنة والكريمة.